شركة لحظة للإنتاج تقدم. حياكم الله، أهلا بحضراتكم. اليوم سنتعرف على موهبة من مواهب هذا الدوار. هنا منبع الفن، وخصوصا عندما نتحدث عن الراب فإننا نتحدث عن أسماء كثيرة، على من أبرزها يوسف الموهبة الجديدة التي بدأت تتدفق من هذا الوادي. إذن يتواجد معي هذه اللحظات يوسف الذي بدأ كما قلنا فن الراب، وهو الآن ذات 17 من العمر بدأ فن الراب، لكن سنتعرف عنه أكثر. يوسف، يوسف أولا كيف وجدت فن الراب، خصوصا أننا نعرف عن أن كل المهن والحرف لابد أن تجد هنالك بعض الصعوبات والمشاكل والعراقيل أيضا، كيف وجدت هذا المجال؟ هل كان سهل أم صعب جدا؟ بالفعل هذا المجال صعب، تعبرناه وخدمنا بزاف وما لقيناش مساعدة في الأول، من الحمد لله دابا لقينا مساعدات وحنا. إذن أعزائنا المشاهدين، لو نتعرف أكثر عن يوسف في ألبومه الجديد، نترك لكم المشاهدة في ألبومه الجديد MC سوسف. هاي الدراري، MC سوسف جايكم عاود جاني. هيا ومعك سوسف إيكي إيه كانت سيئة، أفضتو منا في حالة جنة، حتى راسك أنا نسكنك، أجمك زبلانكا ريبريزنت عين سبعت، أما كاش طلع شريف والمايك ماشي طبع. قالو قالو بلي سوسف غير خوف، قالو قالو بلي سوسف ديما مزرف، قالو قالو بلي سوسف غير كيشف أسكات، ما عرفوش بلي سوسف في حالة سيف ماضي حالي ديما ديما داير بالي مع ولاد لاك. أصافي ستوب بدل كوبلي غير كلام. أنت سوسف عندي هيبة وعندي شان، أنت سوسف في معارض كل كوان، أنت سوسف فما زادت الكلام، أنت سوسف أنا صادق أسلام، أنت سوسف عندي هيبة وعندي شان، أنت سوسف في معارض كل كوان، أنت سوسف فما زادت الكلام، أنت سوسف أنا صادق أسلام. أفوق البيت مقطع جيل وما مقطع بلا صوتي قاصح تشيك يخلع، وسط هاد الباري واقف معاك ديما اك اي عسكري، انا الراب ديالي عربي ماشي خاسر، مغني هاد التراك سولو واش بغيتو تقولو، راني ديما حاضر راضر خطر معاك فات الشو، اتراكن راه الريمة ديالي غدا زن في عشيطان مقطع الفران، افهم لبان راس ونبين بلا ما نبقاش صراع ونقولك اش كاين، راه عندي هيبة وعندي شان والراب هو سلاحي فات زمان، افهم مزيان واش عرف جي معاك شكون، راه معاك البروفايل عاود فوق المايكروفون. MC سوسف عندي هيبة وعندي شان، MC سوسف في معارض في كل كوان، MC سوسف فما زادت الكلام، MC سوسف أنا صادق أسلام، MC سوسف عندي هيبة وعندي شان، MC سوسف في معارض في كل كوان، MC سوسف فما زادت الكلام، MC سوسف أنا صادق أسلام. يا وعيش حياة الأندرجراوند بين أصدقاء عن الأس، أصافي تهز لما كنت جاي الشاي بالعز غيرك حز. بيس الكلاس ام سي وكاليفان، هو خلكون كيف ما نكون ولا نكون من الكون، عمر اللي بدل اللون غادي نبقى ام سي سوسف جلك فن، راني صوت جا اك انينجا ديما عاطي الاصفار كل هدرة الاوجاع، وسط هاد السطور غير تطلب بنجا راك ام سي كلون جا اسطوب باركا، راني ما عطيتش كلاش اسن ما في عظم اصافي غير اصدق امزم داك الفم ولا غادي تندم، راني ام سي قبيح افهم بلا ما دمدم، سمعتي الكلام باصلي داك السلام، ايه ولو باصلي داك السلام. ام سي سوسف، ام سي سوسف عندي هيبة وعندي شان، ام سي سوسف في معارض في كل كوان، ام سي سوسف فما زادت الكلام، ام سي سوسف انا صادق اسلام، ام سي سوسف عندي هيبة وعندي شان، ام سي سوسف في معارض في كل كوان، ام سي سوسف فما زادت الكلام، ام سي سوسف انا صادق اسلام. أعزائنا المشاهدين، إلى هنا نكون قد أتممنا حصتنا الغنائية لهذا اليوم.
نرجو أن نكون قد وفقنا في استمتاعكم واستمتاع كل المشاهدين أينما كانوا، سواء في دوار دولي ميت أو من أي ناحية في المغرب. شكرا، على أمل اللقاء بكم في شريط آخر. هذا عبد الحميد بن يحيى والطاقم التقني يحييكم، إلى اللقاء. حميد بن يحيى والطاقم التقني يحييكم، إلى اللقاء. ونرجو أن قيل هل تحدثت على إلى دقيقة الأخير منين الزعيم الحسين غواد مسكين أخي السقعة أخذ السقعة مائد سنكيت غيرا الزعيم الخنطان غواد تيقان سين محجوب عازف كمال عازف قمري عازف طمطم الله يوالي الله يوالي